جوابا على الاستفسار الاول اللي طرحه الاخ بخصوص هل الوزاره التزمت ببعض بنود الاتفاق، للاسف كيف ما جاء في التصريح اللي عطى الاخ جا ان الاجراء ما وصلنا في الاتفاق ديال المبدئي كان لقاء في الدار البيضاء حضور لجنه مكلفه على الحكومه وممثلين وزارة الصحة وممثلين نقابة الثمانية. هذاك اللقاء دام 3 ايام اصفر على محضر اتفاق مبدئي اللي على اساس ديالو غادي يكون في شهر جونفي غادي تتم الاجراء ديال هذوك النقاط اللي تم الاتفاق عليها. كيف ايفيكتيفمون في شهر جونفي كانوا لقاءات متتالية مع الشركاء الاجتماعيين، وكانت وزارة الصحة تجيب لنا العروض اللي كانت تجيب لنا باسم عرض الحكومي، تقول لنا هذا عرض حكومي، العرض الحكومي الأول اللي تم الرفض ديالو من عند جميع الشركاء الاجتماعيين. كان جا عرض حكومي ثاني اللي تم الاتفاق عليه اللي كانوا فيه بعض كان فيه نقاش وأصفر على اتفاق على اتفاق مبدئي في 23 يناير. من بعد منها كاين واحد الصمت غير مفهوم، ما كانش كانوا نقاط خلافيه اللي ترفعات لرئيس الحكومه هو غادي يجاوبنا عليهم، ما كان رد من رئيس الحكومه لا على النقاط الخلافيه ولا على النقاط اللي هي متفق عليها. دونك فهاديك الوقيته تحبس الاتصال وتحبسوا الجولات ديال التواصل، ما كانش التزام الحكومه بكل ما تم الاتفاق عليه. انتظرنا شهر تقريبا فيفريي كامل حنا تنتظروا. من بعد منا في الاواخر ديال فيفريي النقابات جميع النقابات اعلنت على مسلسل نضالي، كل واحد كل نقابه على حده. من بعد وصلنا لضروره التنسيق وتوحيد الجهود ما بين جميع الشركاء الاجتماعيين وتوحيد وتكتف الجهود وخروج برنامج نضالي موحد. جواب على السؤال ديالك، ما كاين حتى شي تفاعل، ما كاين حتى شي نقطه ما تم الحسم فيها الحدود الساعه. كيف ما قلتي دابا 4 شهور باش تم الاتفاق الحدود الساعه، ما كاين حتى نقطه ما تم الحسم فيها. السؤال الثاني ديال الاضراب المصالح المعنيه، المصالح المعنيه بالاضراب هو قطاع حيوي، قطاع الصحه اللي هو قطاع حيوي، ونحن نستحضر بقوه ضروره المواطنين والمواطنات الخدمات الصحيه. وبالمناسبه نتاسف عموم المواطنات والمواطنين على هذا الوضع اللي اجبرتنا الحكومه اننا نوصلوا ليه. المصالح اللي معنيه اللي ما معنيش بالاضراب هما جميع مصالح الانعاش والمستعجلات، جميع مصالح الانعاش والمستعجلات تتبقى خدامه، كاينه 24/24 تتكون الاستمراريه ديال 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 الخدمه ديالتها. ولكن المصالح الاخرى اللي تشتغل اللي ما دخلاش في المصالح المستعجله راه هي اللي تتكون مضربه. وتنجددوا عاود اعتذارنا لعموم المواطنات والمواطنين، وتنتمناو من الحكومه انها تعرف ضروره استمرار الخدمات الصحيه وتقريبها للمواطنات والمواطنات اللي هي حق، وتتفاعل مع المطالب ديال الشغيله الصحيه اللي هي مطالب مشروعه. وكنقولوا للحكومه بان كيف ما كانت الشغيله الصحيه مجنده بنكره اللي دات وبروح المسؤوليه، ستتجند للدفاع عن مطالبها وتحقيق جميع المطالب اللي تم الاتفاق عليها. وشكرا لكم، وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.